وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في سلسلة حلقات هذا البرنامج، برنامج أحكام الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نرحب بكم كما نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتحدث عن الاستطاعة، وبالتأكيد وكما هو معلوم عندما قال الله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، فهنا شرط مهم لكل مسلم، وديننا هو دين اليسر. إذا كان من كلمة يعني نبدأ بهذا اللقاء دكتور سليمان، تتحدثون عن هذا الموضوع المهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن الدين الإسلامي هو دين اليسر، والله عز وجل قال في كتابه ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر، وقد قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما تفضلتم أيضا في الحج خاصة جاء النص على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنص هنا في الحج دليل على أن الإسلام يراعي ظروف الناس، والله سبحانه وتعالى حينما فرض الحج على عباده فرضه على المستطيعين. ولذلك نجد حقيقة مما ينافي حكمة الإسلام أن يشق المسلم على نفسه، تجد بعض المسلمين يشق على نفسه بما لا يستطيع فيريد أن يحج، وقد أسقط الله عنه فريضة الحج. والاستطاعة قد تكون استطاعة مالية أو بدنية، ها؟ نعم. قد تكون بالمال أو بالبدن، فمن لم يستطع بماله أو لم يستطع ببدنه فالله عز وجل قد أسقط عنه هذه الفريضة. فيجب على المسلم أن يعرف حكمة الإسلام وألا يعني يعنت على نفسه ويشق على نفسه وعلى غيره، يعني بعض الناس يعني يشق على نفسه وعلى غيره حينما يرتكب أمور خارج عن استطاعته. والله سبحانه وتعالى إذا علم من الإنسان صدق النية والحرص فإنه يثيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فمن حبسه العذر يعني لم يستطع الحج لعذر فالله عز وجل يعلم ما في قلبه ويثيبه ولا يجب عليه الحج. نعم، جميل جدا. ماذا تعرف عن فريضة الحج؟ هذا سؤال قام فريق البرنامج بطرحه على مجموعة من الإخوة، واستطلاع عام نشاهده ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. أحكام فريضة الحج طبعا هي من أركان الإسلام، هذا ديننا الحنيف، والله كرم هالبلاد هي بوجود مكة والمدينة يجي عليها الناس من جميع أنحاء البلدان مشان يقضوا هالفريضة، واجب علينا لكل مسلم قادر. وطبعا يعني كل مسلم قادر عليها، ويعني بالغ عاقل راشد لازم يساوي الفريضة، كل الناس بتجي وبتكون مشتاقة لهالفريضة. فريضة الحج بحد ذاتها اسمها فريضة، فهي فريضة على كل مسلم ومسلمة بلغوا السن الرشد انه يؤدوا هذه الفريضة، وطبعا على من استطاع وغير المستطيع ما عليه. فريضة الحج هي خامس أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع عليه سبيله. وبشكل عام سبحان الله الحج من جماله أنه بتجمع جميع شعوب الإسلامية في مكان واحد وفي مكان وفي وقت واحد وبنفس الملابس كلهم من دون أي إشكالات. وفريضة الحج سبحان الله أمرنا فيها
في عدة مواقع من القرآن الكريم والسنة النبوية، فهي فريضة واجبة على كل مسلم مسلمة لمن استطاع عليها سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، فرض الله على المسلمين مرة واحدة في العمر يحج إليه الناس بيت الحرام، وفيه واجبات وفيه أركان وفيه، والحج هو عرفة، الحج الأكبر يوم عرفة. فريضة الحج هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلا. فريضة الحج من فرائض الإسلام خمس، وفريضة للقادر، والحج أشهر معلومات، ومن فرض من هنا الحج فده فريضة على كل مسلم قادر إن شاء الله. أحكام. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونعود إلى ضيفنا دكتور سليمان. دكتور، شاهدنا هذا التقرير وشاهدنا إجابات الإخوة، كيف تقيم الإجابات؟ وهل طبعا كانت الإجابات في الصميم ما تريد الحديث عنه؟ حقيقة كما استمعنا أن الإجابات يعني شملت عامة شروط الحج، وهي أمور يعني مترسخة عند عامة المسلمين، أن الحج واجب على كل مسلم أو فريضة أو ركن على كل مسلم، والإسلام هذا شرط من شروط الصحة، لا يصح إلا من مسلم، وأن يكون عاقلا فلا تصح من غير العاقل. وهناك شروط للإجزاء، وهي أن يكون الشخص بالغا، وكما سمعنا في بعض الإجابات أن يكون رشيد أو بالغ، وأن يكون حرا، بمعنى أنه أن لو حج الصغير صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فالبلوغ هو شرط لصحة الإجزاء عن لصحة الإجزاء عن فريضة الحج. أيضا هناك شرط، حقيقة شرط الوجوب، شرط للوجوب، وهو الاستطاعة كما سمعنا، وأن الغير المستطيع لا يجب عليه الحج، فالاستطاعة هي شرط للوجوب. فلو حج غير المستطيع لصح حجه، لكن نحن نقول أنه لا يجب عليك، لكن لو صح لا نقول أن حجك غير صحيح لأنك لم تكن مستطيع فلا بد أن تعيده، لا، هي الاستطاعة شرط للوجوب. والاستطاعة كما سبق أنها قد استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فبعض الناس قد يكون عنده مال لكن لا يستطيع بالجسم، لكن لا يستطيع، مريض أو نحو ذلك، فهذا يعني يقيم بماله من يحج عنه. وبعض الناس يكون عنده يعني هو صحيح البدن لكن ما عنده مال، فهذا لا يجب عليه الحج إلا إذا اقتدر ماليا. هناك أيضا شرط حقيقة ينبغي تنبه إليه، وهو بالنسبة للمرأة يزيد عليها شرط المحرم، فالمرأة إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها، لا يجب عليه الحج، فهذا أيضا من شروط الاستطاعة الخاصة بالمرأة. بعض الناس يتساهلنا يا شيخ، أو بعض النساء يتساهلنا في موضوع المحرم، يعني ظنا منها أن الحج هو أولى وأهم من موضوع المحرم. الإسلام لا يشرع شيء إلا لحكمة، قد يدركها أناس ولا يدركها آخرون، وقد تغيب عنا، فنحن نعلم أن الإسلام لا يشرع شيء إلا لحكمة. وحينما جعل المحرم شرط وحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، هذا حفاظا عليها ولما يترتب على سفرها بدون محرم من إشكالات لها ولغيرها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم، فمن لم تجد محرما فالحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي تعد غير مستطيعة. نعم، بعض الآباء أو الإخوة تجد أنه تمر عليه بعض يعني السنوات يكون قادر على أن يقوم بالحج، وأيضا أخذ من يستطيع من أم أو أخت، لكنهم يتساهلون في هذا الموضوع فيؤخرونه حتى يأتي ذلك الزمن الذي لا تستطيع فيه النسوة أن يقمن بأداء الحج. لو كان من كلمة أخيرة يعني لأولياء الأمور في هذا الموضوع. أحسنت، والله هذه يعني أمر مهم حقيقة، يعني كما نحن نتكلم عن غير المستطيع عندنا إشكال في المستطيع، فهناك كثير من المسلمين هو مستطيع لكنه لا يحج،
أنعم الله عليه بصحة بدنه وبوفرة في ماله، ولكنه يزهد في هذه الفريضة والعياذ بالله. وبعضهم قد يكون قريب ومتيسر له الأمر، فهذا يعني على خطر، على خطر كون يكون إنسان على عندها الإمكانات والقدرة ولا يحج. فالله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما تفضلتم به أيضا بعض الناس قد يكون عنده قدرة ولكنه يغفل عن والديه وبعض أقاربه الذين قد لا يكون عندهم قدرة، فينبغي أن يتنبه لهذا وأن يبادر لإسقاط الفريضة عن نفسه وعمن يستطيع أيضا من والديه. نعم، أركان الحج البعض ربما نسي أو جهل هذا الموضوع، إذا كان من إيضاح أيضا لأركان الحج. أركان الحج أربعة، الأول الإحرام وهو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، وليس هو لبس الملابس فقط، إنما التلبية بالحج. الثاني الطواف، والثالث السعي، والرابع الوقوف بعرفة. هذه أركان الحج، من لم يأتي بها جميعا لا يعد حاجا، فلا بد من أن يعني يعقد الإحرام وينوي الدخول في النسك، ولا بد أن يطوف طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ولا بد من السعي، ولا بد من الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهذه أركان الحج لا تسقط بحال عن أي حاج. والواجبات؟ أما الواجبات فهي الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني من يحرم من الميقات. من أحرم لكن من غير الميقات، كان تجاوز الميقات نحو ذلك، نقول أنت تركت واجبا ويجب أن يحرم من الميقات. ومن الواجبات أيضا البقاء والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني أصل الوقوف هذا ركن، لكن البقاء فيها لمن وقف نهارا يجب أن يكون إلى غروب الشمس. الثالث المبيت بمزدلفة. الرابع رمي الجمار. الخامس الحلق أو التقصير. السادس من الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق. والسابع هو طواف الوداع، حينما ينتهي من أعمال الحج كلها فيجب أن يختم هذه الأعمال بطواف الوداع. نعم، لو سقط ركن أو سقط واجب على الحاج، إذا لم يأتي بركن لم يتم حجه، ولا يسقط الركن بأي حال من الأحوال، لا جهلا ولا عجزا، ولكن الواجب يجبر، إذا ترك واجبا يجبر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم. فمن ترك مثلا المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى أو ترك الحلق ونحو ذلك فإنه يجبره بدم، وهذا طبعا في من تركه لعذر، أما أن يتركه متعمدا فلا يجوز. يعني بعض الحجاج، هنا إشكالية، بعض الحجاج يقول أنا أريد أترك الواجبات وأعطيكم من الدماء ما تشاءون إذا كان هو موسر، هذا لا يجوز. يجب أن تحج كما أمر الله عز وجل وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي بالواجبات، ولا يجوز أن تجعل بديل عن الواجبات دماء تذبحها، وإنما هذه الدماء لترك الواجبات هي لمن تركها يعني معذورا أو جاهلا، أو يكون جاهلا. نعم، فهذا جعل الإسلام بديل عن هذا بأن يجبر بدم. نعم، فيما يتعلق بشروط أو الواجبات، هل النساء يزدن شيء في هذا الجانب في هذا الموضوع في موضوع واجبات الحج؟ الواجبات الرجال هي طبعا واجبات النساء، لكن طبعا في بعض الفروق، يعني مثلا احنا ما نتكلم عن الحلق نقول الحلق وللرجال، لكن التقصير يكون للرجال او النساء، وطبعا في اشياء تختص بالنساء لعلنا يعني نتكلم عليها في الحلقات القادمه، مثل يعني مساله يعني الفروق في مسألة المبيت بمزدلفة، الدفع منها، ترخيص الضعف، ومثل الإنابة في الرمي للعاجز سواء كان امرأة أو غيرها. فهناك يعني بعض الفروق التي تكون لأهل الأعذار، وقد تكون المرأة من أهل الأعذار في ذلك. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم، هل له علاقة بموضوع الاستطاعة؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، الأصل أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو موطن التأسي، وهو قال خذوا عني مناسككم لأجل أن يتأسى به المسلمون، ونعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اليسر وهو الأفضل. لكن نقول أيضا ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل واجبات وأركان وفعل مستحبات وسنن، وهنا حقيقة يعني يتبين الفقه والتفقه وأهمية التفقه في أحكام الحج، أن بعض الحجاج يهتم بالسنة أو المستحب كاهتمامه بالواجب والركن، حتى لو كان في عنة عليه أو مشقة عليه أو على غيره، فهذا يعني لا ينبغي. ينبغي الإنسان أنه يعني يعرف يفرق بين الواجبات والأركان، يحرص أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في السنة والمستحبات، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدع، وكذلك لا ينقص من الأشياء الواجبة أو نحو ذلك، لكن المستحبات يفعل منها ما يتيسر له. نعم. من لم يستطع شيخ سليمان، من لم يستطع لعدم القدرة في أداء مناسك الحج، ما يتعلق يعني بموضوع التوكيل، سواء التوكيل في أثناء الحج كالرمي رمي الجمار أو غيرها، أو مثلا لعدم الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج، إذا كان من كلمة نختم بهذا اللقاء. الحقيقة يعني هذه يعني هناك أشياء كثيرة ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في وقت أوسع. يحتاج الحاج أن يتفقه في دينه وأن يعلم أن هناك أمور قد جعل له الشارع فيها فسحة بالتوكيل، أو أحيانا حتى يعني بالسقوط، يعني يمكن تسقط عن بعض. يعني مثلا احنا ذكرنا في الواجبات مثلا الوداع يسقط عن الحائض، الحائض يسقط عنها الوداع، الحائض والنفساء، فينبغي للحاج أن يتفقه فيها. الرمي مثلا كما تفضلتم، الرمي يجب على الحاج أن يرمي سواء كان رجل أو امرأة، لكن لو كان عاجزا أو كان مريضا أو يشق عليه الوصول إلى الجمار فإنه الحاج هذه يوكل. وقد حصل التوكيل يعني في الشرع، وصار هذا أيضا من مما يسوغ شرعا أن يوكل العاجز في الرمي. لكن هناك أشياء طبعا لا يدخل التوكيل مثل ما ذكرنا في الأركان، نعم، لابد أن يأتي بها على أي حال. نعم. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، على هذا الطرح، فشكرا جزيلا لكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. كما نشكركم أنتم مشاهدينا الكرام، يا من يشاهدنا في مشارق الأرض ومغاربها، نؤكد لكم أن مواطني هذا البلد المملكة العربية السعودية هم بانتظاركم وفي خدمتكم حتى تعودوا إلى بلدانكم سالمين غانمين مطمئنين بإذنه تعالى. نشكركم على طيب المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.